إلى أي حد يجب أن تهتم المرأة بترتيب بيتها والاهتمام به؟ لأننا إذا رجعنا إلى الغرف الآن لا يبقى لدينا وقت لقراءة القرآن وطلب العلم الشرعي. المرأة يجب أن تكون راعية في بيتها، كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفيه قوله: والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيته أو عن رعيتها. فيجب أن تقوم بترتيب البيت وتنسيقه بالقدر الذي يكون معه البيت محافظا عليه نظيفا، نعم، مهيئا للعشرة الحسنة. فإن من أسباب المشاكل وتكثرة المشاكل النفرة التي تكون بين الزوجين، لا، أسباب كثيرة منها هذا الباب، وهو أن البيت ماذا؟ كما يقال يعني معفوس، غير مهذب ولا مرتب، ولا ينبغي هذا. يجب أن تقوم به بترتيب حسن، لا نبالغ ولا إفراط ولا تفريط فيه، لا نبلغ بحد الوسوسة ولا بحد ماذا؟ الإهمال. فيجب أن يكون المكان حسنا والمكان نظيفا ومهيئا للأولاد وللزوج ولها وللجميع. أما هناك حد؟ ما هناك حد إلا أن يكون البيت بيتا حسنا. وقولها لأننا إذا رجعنا إلى الغرف الآن لا يبقى لدينا وقت لقراءة القرآن وطلب العلم الشرعي، ما أدري إيش معنات يعني لا وقت لدينا. طيب الصباح والظهر والعصر ماذا يفعلون؟ إيش الآن؟ يجب أن تنسق وترتب ويرتب زوجها معها الأوقات، أما هكذا طول اليوم في الشارع ما ينفع. يجب أن يكون هناك وقت لهذا وهذا، فأعطي كل ذي حق حقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن لبدنك عليك حقا، وقال: ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يجب أن يعطى كل ذي حق حقه.